أن أستاذ مصطفى من بورسعيد، سؤالك اتفضل يا أستاذ مصطفى. ازيك يا دكتور عمرو؟ الله يكرمك، اتفضل. ازيك يا دكتور عمرو؟ ما الله يخليك يا فندم، اتفضل سؤالك. انا شخصيا بحبك جدا بصراحه، والله انت راجل محترم، وحضرتك طبعا يا دكتوره ربنا يكرمك، اتفضل سؤالك. ربنا يخليك. انا متجوز بقالي 6 شهور. ايوه. انا حاليا بعيش فتره صعبه جدا، مش بحس باي ثراء جنسي من ناحيتي. انا من النوع اللي مثلا زي حضرتك شهوتي عاليه شويه، مش عايز اعمل الحاجه دي بره، يعني مش عايز اعمل الحاجه دي في الحرام، يعني عايز ابقى جوه بيتي، يعني مش بلاقي مثلا طب في من حاجه مراتي منعاك كده. يعني؟ لا مش حاجه منعاني، انا بعمل الجماع بتاعي تمام وكل حاجه كويس، بس في حاجات فيها مش بلاقيها. يعني تجاوبها معاك يعني؟ تمام يا فندم، تمام، هي بتتجاوب طيب وكل انا حاجه، بس انا هرد عليك يا استاذ مصطفى، بس عايز اقولك ان دي طبيعي جدا في فتره الجواز الاولى، انت متوقع ان هي تكون عارفه ازاي، ما هي البنات في مجتمعنا ما بيعرفوش حاجه، فهي بتبقى منتظره انك انت اللي هتعرفها وهتبصرها وتمشي معاها خطوه بخطوه، وده حقها. فانت ما تزهقش، اطلب منها التجاوب وعرفها يعني ايه تجاوب، هي ممكن تكون ما تعرفش اساسا يعني ايه تجاوب جنسي، وتبقى متعتها وكمان امتعت نفسك.